ربما لم يحظى أي نهر على وجه الأرض بالمكانة والتقديس مثلما حظي به نهر النيل، الذي يعد رمزاً من رموز الحضارة المصرية، أين أصبح مكاناً سياحياً مقصوداً. الجزائريون الذين ساندوا الخضر في أمم كأس إفريقيا كانت لهم فرصة زيارته. نهر النيل حاجة كبيرة أخويا، من عند ربي سبحانه، حاجة شابة، وراكم تشوفوا ما شاء الله أخويا، مصر فيها حاجة صوالح بزاف شابين. النهر النيل ما شاء الله هذا حاجة من عند ربي رزق بها مصر. الحمد لله دينا الكاس هكذا، ورانا نتمتعوا درك رانا في النيل، وحاجة واحدة أخرى، حاجة فور تشوف ما شاء الله، حاجة من مفخود، ما امبوسيبل تشوفها كاع. راك تشوف الله يبارك لي بيلدينغ. السياحة النيلية أضحت تجذب أعدادا كبيرة من السياح من مختلف أنحاء العالم، وتتمثل السياحة النيلية في السفن والمراكب السياحية، حيث تبحر حاملة السياح وزائر البلاد. شخصي علينا كامل لهنا، رانا فاميليا واحدة أخوي، أنا من بليده، هذا من العاصمة، كاين من وهران، كل واحد منين راهم هنا معنا، رانا خاوة وفاميليا واحدة. تعرفنا هنا في النيل، جينا رانا نزوروا في المعالم التاريخية تاع مصر، تعرفنا حضارة شابة الله يبارك، كنا نسمعوا عليها غير هكذاك. الحمد لله اليوم زرنا مصر. نحيي الشعب الجزائري خويا باللي جاب لي مادة، شعب حر وفحل. أنا هنا قافع، تعرفنا، شوف رانا 201، تعرفنا هنا في مصر، أنا شغل خاوة، خرجوا كيف كيف، كلش كيف كيف، الحمد لله، اليد في اليد، المصريين وحاروا فينا في هذا الشيء. والناس في حبه سكارى، هاموا على شطه الرحيب، آهن على سرك الرهيب، وموجك التائه الغريب، يا نيل يا ساحر الغيوب، كلمات تغنى بها الشاعر محمود حسن إسماعيل، كيف لا، وللنيل سحر جذاب من نوع خاص.